طيب عندنا مجال ومدى الدوال المثلثية برضو من دراستكم في الرياضيات في المرحلة الثانوية، يعني مرت عليكم تعريف المجال وتعريف المدى بسرعة. خلني أذكركم، لو كان عندي مجموعتين A و B وعندي دالة، يعني احنا نسميها دالة، هنا في منهج نسميها دالة، في مناهج أخرى يسمونها راسم، بعض الناس يسميها تطبيق، يمكن في دراستكم كانوا يسمونها تطبيق. المسميات مختلفة والمفهوم واحد، لها مجال ولها مجال مقابل، لها مجال ومجال مقابل. الA يسمونه مجال والB يسمونها مجال مقابل. طبعا كل عنصر في المجال له صورة في المجال المقابل أو قيمة الدالة عنده تكون في المجال المقابل. مجموعة الصور أو مجموعة قيم الدالة، مجموعة جزئية من المجال المقابل نسميها المدى، نسميها المدى. إذن كل دالة لها مجال، يعني المجموعة التي توجد قيم الدالة عند عناصر هذا المجال، وقيم الدالة ستكون في مجموعة أخرى نسميها المدى، نسميها المدى. هذا الجدول اللي موجود عندكم في الكتاب، يعني تقدر ترجع تعود له كل ما احتجت إليه، تقدر ترجع له، يبين لك مجال ومدى الدوال المثلثية. فمثلا لو أخذنا أول واحدة ساين إكس، المجال حقها من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، فتقدر تحسب ساين واحد، ساين سالب واحد، سالب ساين ثلاثين، سالب ساين سالب ثلاثين، ساين مئة، ساين سالب مئة، وهكذا. كل الأعداد الموجبة والصحيحة تقدر تحسب الساين لها. المدى اللي هو القيم التي ستأخذها الدالة ساين، زي ما قلناكم قبل شوي، محصورة بين السالب واحد والواحد. لن تجد ساين دال زاوية أكبر من الواحد، ولن تجدها أقل من السالب واحد، مع دائما محصورة بين السالب واحد والواحد. نفس القصة بالنسبة لي الكوساين. التان برضو معرفة لكل القيم من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، ما عدا هذه القيم اللي هي اللي ممكن نعبر عنها بالشكل التالي: 2 n زائد 1 في باي على 2. ال n تاخذ ال n عدد طبيعي، فمعناته ممكن تاخذ القيم من 1 الى ما لا نهايه، او من 0 الى ما لا نهايه على حسب التعريف اللي في، طبعا ما هو في ذهني ده الان هل هو من 0 او من 1، لكن يعني هذه الصيغه العامه، لان في بعض الزوايا التان ما تكون معرفه عليها. يعني مثلا في بعض الزوايا شفناها قبل شوية في الجدول، الساين حقها يساوي الكوساين حقها يساوي صفر، والساين حقها يساوي واحد، فالتان هنا ما تقدر تعرفها، لأن واحد تقسيم صفر تكون كمية غير معرفة. فهناك بعض الزوايا لا تكون التان معرفة لها، أو بعض القيم لا تكون التان معرفة لها، اللي هي نقدر نعبر عنها بهذه الصيغة، وبقية الدوال بهذا الشكل. طيب عندنا برضه بس الدالة نسميها دالة زوجية ودالة فردية بناء على التعريف التالي. متى نسمي الدالة، متى نقول عن الدالة أنها زوجية؟ إذا كان تحقق هذا الشرط f of سالب x تساوي f of x، قيمة الدالة عند سالب x نفس قيمة الدالة عند x، ما تتغير. إذا ضاعت إشارة سالب أو موجب، القيمة الدالة ستبقى كما هي، هنا تكون الدالة زوجية. أما إذا تغيرت قيمة الدالة، الإشارة تغيرت حقتها، عندها تكون الدالة فردية. إذا كان قيمة الدالة عند سالب X تساوي سالب قيمة الدالة عند X، إذا نقول عن الدالة أنها دالة فردية. إذا تغيرت قيمة الدالة ككل، معناته تصبح الدالة لا زوجية ولا فردية. أيضا هذا الجدول يعطيك يقول لك ما هي الدوال الفردية وما هي الدوال الزوجية. الدالة طبعا الساين دالة فردية، الكوساين دالة زوجية. بمعنى مثلا ساين سالب 30 يساوي سالب ساين 30، لكن كوساين سالب 30 كوساين السالب 30 نفسها كوساين 30، السالب ما يغير من النتيجة. التان دالة فردية، طبعا الزوجية هي الكوساين والسك اللي هي مقلوبها، وبقية الدوال دوال فردية. طيب قبل شوي طبعا عرضنا لكم منحنيات الدوال ساين وكوساين والثيتا. لاحظ أن الساين مثلا اللي هي بالأحمر هذه، لاحظ أنها تتكرر
تتكرر بنفس الأسلوب، تتكرر بنفس الأسلوب. يعني لو جيت، لو جيت لهذا الجزء، لو جيت لهذا الجزء من هنا إلى هنا هذا الجزء، تجد أنه يتكرر قاع بعدين قمة وبعدين قاع، وهكذا يتكرر بنفس الأسلوب. هذه الدوال التي تتكرر بهذا الشكل نسميها دوال دورية، نسميها دوال دورية، لأن كل دورة يتكرر نفس الشكل حق الدال. فالساين دالة دورية والكوساين دالة دورية والتان دالة دورية، وطبعا بالمثل بقية الدوال المثلثية. طيب المسافة من قمة إلى قمة، يعني من هنا إلى هنا أو من قاع إلى قاع، تسمى، أو المسافة التي تتكرر فيها الدالة تسمى الدورة حقت الدالة، تسمى دورة حقت الدالة. طبعا يقول لك الدوال المثلثية تمثل دوال دورية، بمعنى أنه بعد كل مقدار معين اللي هو مقدار طول الدورة تتكرر قيمة الدالة، تتكرر قيمة الدالة. العدد هذا اللي تتكرر بعده قيمة الدالة يسمى طول الدورة، يسمى طول الدورة الكاملة. طبعا هنا برضه هذا الجدول يعطيك طول الدورة بالنسبة للدوال المثلثية. فطول الدورة بالنسبة للساين هو 2 باي، يعني بعد كل 2 باي يتكرر نفس المنحنى وتتكرر نفس القيم. يعني بمعنى أن ساين زاوية مثلا 30 هو نفسه، أو زاوية، الزاوية باي على 6 هو نفسه نفس المقدار باي على 6 زائد 2 باي، يتكرر، تتكرر قيمة الساين كل 2 باي. وطبعا البقية تان دورتها باي، والكوتان دورتها باي، السيك والكوسيك دورتها تساوي 2 باي. طبعا من هذه الخاصية يمكن زي ما قلت لك أن نثبت أن ساين الإكس يساوي ساين الإكس يساوي ساين الإكس زائد 2 كي في الباي. يعني لو زودت 2 باي تحصل على نفس القيمة، لو زودت 4 باي تحصل على نفس القيمة، لو زودت 6 باي تحصل على نفس القيمة، وهكذا كل مرة تتكرر نفس القيمة. لذلك قلنا 2 كي، يعني حيث الكي يأخذ القيم من 1 إلى ما لا نهاية. بالمثل التان تتكرر بعد كي باي، يعني ساين إكس هي نفسها ساين إكس زائد باي زائد 3 باي زائد 4 باي زائد 5 باي وهكذا. طيب عندنا المتطابقات المثلثية، وهي علاقات ما بين، علاقات ما بين الدوال المثلثية. طبعا هذه المتطابقات سنحتاجها في بعدين قدام، يمكن نحتاجها في الاشتقاق، وأيضا تحتاج ليدرس التكامل يحتاجها في التكامل. كل ما احتاجنا لها نرجع لها زي ما قلنا لكم قبل شوي. فهذه المتطابقات مثلا كوساين تربيع زائد ساين تربيع تساوي 1، 1 زائد تان تربيع تساوي السك تربيع، 1 زائد كوتان تربيع تساوي الكوسك تربيع. يعني مثلا يقول لك أثبت أن 1 على كوساين إكس تربيع إكس زائد 1 على ساين تربيع إكس يساوي هذا المقدار، 1 على ساين تربيع إكس في كوساين تربيع إكس، الواحد على طبعا ممكن إذا جينا نوحد مقامات بين هذولي نضرب البسط، بسط هذا نضربه في ساين، والمقام والبسط هنا نضربه في كم؟ في كوساين، وبعدين نضرب المقام في المقام، فوحد المقامات، هنا يصير كوساين تربيع ساين تربيع، وهنا ساين تربيع كوساين تربيع، وفوق بيصير ساين تربيع وكوساين تربيع، فيجمع مباشرة، يجمعهم فوق. كوساين تربيع زائد ساين تربيع من المتطابقة المثلثية الأولى يساوي 1، إذن تساوي 1 على ساين تربيع X في كوساين تربيع X. طيب مثلا يقول لك أثبت أن هذا المقدار يساوي 1، كوسيك تربيع ناقص كوساين تربيع في كوسيك تربيع. الكوسيك مقلوب من؟ مقلوب الساين، إذن تساوي 1 على ساين ناقص الكوسيك، هنا برضه 1 على كم؟ 1 على ساين تربيع، وطبعا الكوساين مضروبة فيها فتصير كوساين تربيع على ساين تربيع. لو جينا المقام موحد، هنا ساين تربيع هنا ساين تربيع،
إذا أجمع البسط مع البسط واحد ناقص كوساين تربيع، واحد ناقص كوساين تربيع اللي هي ساين تربيع برضه من المتطابقة المثلثية الأولى، إذا البسط يصير ساين تربيع، المقام يساوي ساين تربيع، إذا البسط نفس المقام تقسيمهم على بعض يعطيني واحد. طيب برضو بستعرض بسرعة كذا متطابقات حاصل المتطابقات الأخرى، حاصل جمع زاويتين مثلا إذا عندك زاوية ثيتا وبيتا، ساين ثيتا زائد بيتا يساوي ساين ثيتا كوساين بيتا كوساين ثيتا ساين بيتا، ونفس القضية كوساين نقدر نجيبها بهذه العلاقة، والتان برضو بنفس العلاقة. فمثلا لو أقول لك كيف نستفيد من هذه المتطابقات، مثلا أعطيك مثال بسيط يبين لي كيف أستفيد منها، مثلا ساين 75 أنا أعرف أن 75 عبارة عن 45 زائد 30، وال 45 وال 30 من الزوايا المشهورة اللي عندي قيم الساين والكوساين لها في الجدول اللي أخذناه سابقا. أطبق المتطابقة المثلثية الأولى اللي هي ساين الزاوية الأولى في كوساين الثانية، كوساين الأولى في ساين الثاني، إذا هذه تساوي ساين 45 في كوساين 30 زائد كوساين 45 في ساين 30، أعوض عن ساين 45 وكوساين 30 وكوساين 45 وساين 30 من الجدول اللي قبل، فإذا عوضنا جذر 2 على 2 3 جذر 3 على 2 زائد جذر 2 على 2 زائد نص في نص آسف، نضرب بسط في بسط ومقام في مقام وبعدين نوحد، طبعا المقام بيصير موحد لأن هنا 4 وهنا 4، نجمعهم على بعض فتصبح ساين 75 هي هذا المقدار. متطابقة حاصل طرح زاويتين نفس القضية، ساين ثيتا ألفا ناقص بيتا تساوي ساين ألفا ناقص كوساين بيتا ناقص كوساين ألفا. متطابقة ضعف الزاوية، إذا كان عندك ثيتا فضعفها برضو تقدر تجيبه من بهذه المتطابقات. متطابقات نصف الزاوية، إذا عندك زاوية تقدر تجيب الساين حق نصف الزاوية. بعدين متطابقات حاصل ضرب دالتين، كل هذه المتطابقات نحتاجها بعدين، ربما نحتاجها في التكامل فنعود إليها في وقته. متطابقات الزوايا الخاصة، وطبعا هذه كلها موجودة عندنا في الكتاب نقدر نرجع لها في أي وقت. برضو هذه العلاقة بين 90 ناقص ثيتا تساوي كوساين الثيتا، وساين 90 زائد ثيتا تساوي الكوساين ثيتا، وهذه المتطابقات تنفعني في لو بغيت يعني أحسب بعض الزوايا، يعني مثلا